راح نروح لموضوع آخر. سلطان المنذري شاب بدأ يمارس كرة القدم في سن صغير جدا ما شاء الله، وهو اليوم حارس مرمى في واحد من أهم الأندية الرياضية في الإمارات، وهو نادي الوصل، هذا النادي العريق. طبعا من سنوات سلطان بدأ يعاني من ألم في الرقبة، لكن بحكم انشغاله الدائم ما أعطى الموضوع أي اهتمام. ممكن في كثير احنا تحطينا في هذا الموقف، فبدأ هذا الألم يزيد وينزل على كتفه وصار عائق حقيقي أمام ممارسة حياته المهنية كرياضي. خلينا نرحب بالدكتور. أهلا دكتور، وأيضا نرحب بالكابتن سلطان. صباح النور، كيف حياك الله، مبدع فنان كبير كابتن، حياك الله، احنا جدا سعيدين بوجودك معنا. دكتور اهلا وسهلا، كيفك؟ الله يخليك. تحب ان اول شيء تعرفنا على حاله سلطان؟ نعم، سلطان اجى لعنا، بفضل اذا هو بعرف عن حالته بس بيحكي شو صار معه اولا. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مشكورين على استضافتكم. في البدايه كنت اعاني من الام في الرقبه فتره طويله، ولكن مع انشغالي بالتمارين الصباحيه والمسائيه كنت اتجاهل الموقف، الالام اللي كانت تجيني. نعم. بعد الالام قامت تزيد وتنزل على كتفي، فكان في تنمل في ايدي. اتجاهلت بعد الموضوع اكثر. بعد الموضوع كم فتره التجاهل سلطان؟ كم قعدت متجاهل الموضوع؟ تقريبا من شهرين الى ثلاثه، فالالام قامت تزيد عندي. قمت ما احس بايدي، تنمل كثير. فاضطريت اني امر اشوف اي دكتور يسوي علاج طبيعي، لان اعرف اهميه علاج طبيعي. نعم. في الفتره الاخيره بحكم اني لاعب كره قدم، اعرف ان فوائد العلاج الطبيعي. وشلون الامور الحين؟ ما في الدوري، شنو الوضع الدوري؟ الدوري ان شاء الله راجع ان شاء الله. وكيف الوصل؟ 15 يوم ان شاء الله. الموسم الجاي شلون الوصل؟ كيف تشوف اموره؟ ان شاء الله بتكون امورنا احسن الموسم الماضي ان شاء الله. ان شاء الله بنطلع ببطوله الموسم. شعور اللعب بدون جمهور سلطان شلون تشوفه؟ والله شيء صعب. صعب؟ شيء صعب جدا. لا ان شاء الله الجماهير راجعه باذن الله ان شاء الله. دكتور، لما يعني يبدو لي انه لما وصل سلطان لمرحله عدم التحمل لجأ للطبيب. صح، وهيدي هي اللي انا بدي نبه عنها كثير منيح. نعم. انه حاله سلطان بدات بسيطه. نعم. بس لبلش تزيد وبلش الألم ينزل على كتفه، هون بلش يبحث عن حل. نعم. وهيدي مشكله اكثر العالم. نحن جسمنا بيعطينا انذارات، لما تكون مشكله بسيطه ببلش جسمنا يعطينا انذارات، الم بيكون خفيف متقطع ما بيكون متواصل دائما، فهون العالم بتهمل الحالة وبس لتتفاقم بتصير بتدور عن حل، وهذا غلط. سلطان بدأ عنده ديسك بالرقبة بسيط جدا. شوف، هنعتبر انه هيدي فقرة من فقرات الرقبة. الديسك موجود بهيدا المكان. بدأ عند سلطان الديسك بسيط. يعني شو يعني ديسك بسيط؟ يعني طالع من مكانه بشكل بسيط. هون لما قال كان الألم متقطع، ما كتير قوي الألم. بس لأهمل سلطان بلش الديسك يطلع ويضغط على مخرج العصب. شوف هون مطرح ما أصبعي موجود، هيدا مخرج العصب، بلش يضغط أكتر وهون بلش الألم ينزل على كتفه. ولو كان أهمل أكتر وأكتر سلطان كان بدأ الألم ينزل على إيده مع تنميل. بالفحص السريري كيف عرفنا نحن أنه سلطان عم بيعاني من هالموضوع؟ بالفحص السريري، تفضل سلطان لو سمحت. بالفحص السريري طلبنا من سلطان أنه يعمل حركات، بس لف لعندي بعد، ايوه، انه يحرك رقبته باتجاهات مختلفه. واحدة الاتجاهات كان لما طلبنا من سلطان انه يوطي رقبته لقدام. لما وطى رقبته لقدام سلطان صار عنده ألم نازل من كل رقبته لا تحت. هيدا ليش صار؟ لانه نتيجه ضغط الديسك على العصب، العصب بطل عنده استطاله. فصرنا لما عم نطلب من سلطان انه يوطي رقبته بهيدي الطريقه، يوطي رقبته هيك، صار بما انه ما في استطاله صار عنده الالم عم ينزل على كل منطقه لوح الكتف. العلاج. نعم. بالنسبه لسلطان اكثر تقنيات علاجيه ساعدته هي العلاج الطبيعي اليدوي. شو عملنا لو سمحت سلطان؟ تسطح على ظهرك. العلاج الطبيعي اليدوي احلى شيء فيه انه نتيجته بتظهر مباشره بعد الجلسه، التحسن بيكون مباشره. خلينا نقول انه هيدي الجهه اللي مصابه عند سلطان كرمال الكاميرا، اللي عملناه انه بتقنيات يدويه بنحاول نعمل استطاله للعصب من جهه الرقبه، وببعض التمارين الاستطاله بنحاول نعمل له للعصب استطاله اكثر، واحيانا بناخذ العصب من اخره من اليد بهالطريقه. هون معمول استطالة من جهة الرقبة، ومن جهة اليد كمان بنعمل استطالة أكثر للعصب، وبنعطيه هيدا كتمرين رح نحكي عنه بعد شوي. مثل حالة سلطان،
شو ثلاث اشياء لازم يعملها، ثلاث اشياء ما لازم يعملها، وثلاث تمارين. اول شيء من الاشياء اللي لازم سلطان يعملها اللي او اللي عم بيعاني مثل حاله سلطان، انه يلجأوا للتشخيص ويلجأوا لاخصائي سريعا، ما ينطروا للاشياء تتفاقم. نعم. رقم اثنين، المخده اللي اختاروها، شوف كيف رقبه سلطان المخده منا كثير واطي ومنا كثير عالي، عم تخبي الفراغ اللي بين رقبه سلطان وبين الطاوله حتى تريح الرقبه. رقم ثلاثة، الاشخاص اللي عم بيعانوا مثل حاله سلطان اوجاع الى علاقه بالعصب ممكن يلجؤوا لفيتامين بي، سواء عن طريق بديل غذائي او عن طريق الاغذيه نفسها مثل الاسماك، الاجبان، الالبان والحليب. ثلاث اشياء ما لازم يعملوها الاشخاص اللي عم بيعانوا مثل حاله سلطان. اولا يمتنعوا عن رفع الاوزان الثقيله لانه ما بدنا نحط ضغط على الرقبه. رقم اثنين، ما يستعملوا هيدا الكولر، هيدا ما يستعملوا. انا كثير مرات بشوف اشخاص عم يستعملوا هيدا الكولر او هذا المثبت بحاله الام الرقبه، ما يستعملوها لانه احنا بدنا نحرك العصب ما بدنا نجمده. رقم ثلاثة، بالاشياء اللي ما لازم يعملوها، ما لازم يعتمدوا على المسكنات، لانه المسكنات صح بتريح الالم ولكن ما بتحل المشكله. رح نختم بثلاث تمارين، سلطان لو سمحت تقعد. ثلاث تمارين يعملوها الاشخاص اللي عم بيعانوا مثل حاله السلطان. اول شيء بنطلب من الشخص انه يوطي دقنه ويوطي رقبته، بنكون عم نعمل استطاله للعصب، وهن بهيدي الوضعيه بنطلب منهم انه يبرموا لوح الكتف باتجاه عقارب الساعه وبالاتجاه المعاكس. بنعمل هيدا التمرين بنعيده 10 مرات، 10 تكرارات، 3 4 مرات باليوم. التمرين الثاني بنطلب من الشخص انه يحط ايديه ورا رقبته، وهو بهيدي الوضعيه نطلب منه انه يبرم كوعه بالجهه والجهه المعاكسه. نعم. كمان نطلب منه يعمل هالتمرين 10 مرات، 3 4 مرات باليوم. اخر تمرين حنقول انه الالم من الجهه اليسار، نطلب من الشخص انه يميل رقبته للجهه اليمين، وبالايد المعاكسه نطلب منه انه يزيد الاستطاله. اللي بنكون عملناه انه بنكون عملنا استطاله للعصب من هيدي الجهه، بنكون زدنا الدوره الدمويه عليه. نعم. فبالنتيجه الالم بخف. خلال كم فترة العلاج يعني الإنسان مثلا يتوقع أنه؟ هلأ شوف، عادة الرياضيين لأنه هني رياضيين فبيكون استجابتهم كتير أسرع. ولكن تتراوح حالة سلطان بالنسبة للعلاج من أسبوعين إلى ثلاث أسابيع، وبحسوا بفرق واضح جدا، وخصوصا إذا التزموا باللي حكينا فيه.